جهاز تنظيف دورة تبريد السيارة وغسيل مية الروديتر وغسيل الراديتر بطريقة جدا ممتازة وطريقة فنية. طبعا هذا من هنا بتعبي المي الجديدة مالت الراديتر، بيشتغل على 12 فولت بطارية، له خط ساحب وخط يعني خط ان اوت مثل ما يقولوها. وهذا من هنا انت تختار اذا بدك تعمل كلين، دورة كلين تعمل يعني تحط مادة تنظيف فيها وتعمل رن لمدة معينة 15 دقيقة مثلا 10 دقائق. من هون بيعمل اكسشينج، تقدر تعمل اكسشينج تسحب المي القديمة، تسحب خلينا نقول الانت فريز ووتر اللي هو القديمة وتغيرها. طبعا هون هذا النيو وهذا اليوزد فلويد اللي هو القديم بتحطه هون. اذا جهاز رائع جدا، بنظف لك دورة التبريد بدون ما تفك. تعرف مرات بتخلط السيارة مي وزيت بصير زي الحليب فيها، فانت بتقدر تسويها، او مرات بيكون ناقص عندك. شوف نعبي مثلا تعباية على جهاز الراديتر، ومرات مثلا بنعمل ريكفري بنسحبه اذا بدك تشفطه كامل.